هل فعلا وصلنا إلى هذا الحال من الاستهتار؟ جندي شرطي يسحب مسدس على أطفال بالابتدائية ويعتدى على معلمة؟ شكرا جزيلا. بداية نعزي عوائلنا الشهداء والضحايا الذين سالت دماؤهم، سواء كان من المتظاهرين السلميين ومن القوات الأمنية ومن المدنيين. البلد في وضع لا يحسد عليه، وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي أصبحت جملة مقرفة للأسف من عدم تطبيقها على أرض الواقع. نصيح بأعلى أصواتنا أن حرية التعبير عن الرأي موجود ضمن الاتفاقيات الدولية وضمن الاتفاقيات اللي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان، ومن جملة ما فيها أن العراق البلد الديمقراطي ما بعد 2003 وقع على هذه الاتفاقيات. هذه الحرية تعطي لك الفرصة أن تتكلم، أن تكتب، أن تصرح، أن تعلن بمعتقدك، بدينك، بقوميتك، بما موجود في أفكارك بشكل سلس دون أن يكون هنالك ضغوط من أي طرف كان، حكومية، حزبية، أيا كان. للأسف الاعتصامات والتظاهرات التي الجميع يؤكد حقها، ومن جملة ما رأينا بهذا المقطع، أيضا تتعلق بجزء كبير على الكتل السياسية منذ عدة سنوات. ونحن نؤكد لو كان قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي قد شرعت، ما كان يحصل هذا الذي حصل في هذه المدرسة.